العقاب بيستخدم كوسيلة لتصحيح سلوك الشخص اللي انت بتتعامل معاه. ابنك مثلا غلط، فانت بتعتقد عشان تصلح سلوكه وما يغلطش تاني فانت بتعاقبه، سواء عقاب لفظي سواء عقاب بالضرب، ايا كان العقاب اللي انت بتستخدمه، كل الطرق دي انت بتحاول تستخدمها عشان تصلح سلوكه او تعدل سلوكه. الطريقة دي من العقاب بتسمى الانضباط العقابي. عالمة النفس واخصائية التربية الامريكية جان نيلسون بتؤكد على ان العقاب سواء في المدارس او في البيت ليه نتائج جيدة لكن على المدى القصير. هو بيساعدك ان انت تتجاوز الموقف في لحظتها، اللي هو الشخص اللي قدامك عشان بيخاف منك مثلا فهو بيغير اسلوبه معاك او بيحاول ما يعملش الحاجة اللي تضايقك عشان يتجنب رد فعلك. لكن لو بصينا للنتائج العقاب على المدى الطويل ليها نتائج سيئة جدا على الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وطبعا ده هينعكس عليك لان شخصيته اللي هتتغير او نفسيته اللي هتتغير دي هيأثر على طريقة تعامله معاك. فالانضباط العقابي ده ليه خلل. الخلل ده بنشوفه في 4 صور. اول حاجة الاستياء. الشخص اللي انت بتعاقبه سواء ابنك الصغير او ابنك المراهق او اخوك او اختك او زوجك او زوجتك بيشعر بالاستياء من عقابك ليه، بيحس ان الموضوع غير عادل بالنسبة له، هو انت ليه بتعاقبني، خصوصا لو هو ما عندوش علم بالسبب. بيحس ان انت بتعمل كده مثلا لان انت في ايدك السلطة اللي اعلى منك، انت اكبر منه او ان انت ليك سيطرة عليه او ايا كان السبب. هو بيحس بالظلم من ناحيتك ان انت بتظلمه، وده بيؤثر عليه ان هو بيخلق جواه حقد نفسي، بيتحول لشخصية عنيفة ومتمردة. كل ده نتيجة ان العقاب اللي انت عاقبته بيه بيفتقد للمنطق، هو مش عارف ايه السبب. فالشخص المعاقب ده بيوصل لمرحلة ان هو بيفقد الثقة فيك. تاني خلل بنشوفه نتيجة للانضباط العقابي الانتقام. الموضوع بيقلب معاهم لمواجهة، لمنافسة او تحدي، اللي هو انت كسبت المرة دي مثلا وخلتني اسمع كلامك بطريقة التخويف بتاعتك او الترهيب او ايا كانت، انا هحاول المرة الجاية انا اللي اكسبك، اخسرك الجولة دي. هو الموضوع بالنسبة له بيبقى تحدي، بيقلب معاه التحدي، فهتلاقيه بيتصرف معاك تصرفات غريبة غير واضحة وغير مفهومة. كل ده بيحاول يضرك بالطريقة اللي هو بيتصرف بيها دي، سواء مثلا ان هو يضايقك باي حاجة او يستفزك باي حاجة، زي ان هو يضرب اخوه الصغير او ان هو يردها لك بس بطريقة تانية بطريقة غير مباشرة. انت كل ده بتسأل هو بيعمل كده ليه؟ ان انت لو ركزت هتلاقي ان عقابك ليه بطريقة صعبة او بطريقة عنيفة شوية خلقت جواه احساس الانتقام، ان هو يعصبك، ان هو يضايقك، وهو واخد النقطة دي من منطلق ان انت كسبت المرة دي فانا مش هخليك تكسب المرة الجاية، انا اللي هكسبك المرة الجاية او اردها لك او هخليك تتضايق بس بطريقتي. تالت خلل للانضباط العقابي او طريقة العقاب دي التمرد. فبيحاول بقى ان هو يتمرد عليك، هو مش مقتنع بطريقتك، هو حاسس ان انت شخص غير عادل، فاي حاجة هتقولها هيتمرد عليها. وهنلاقي النقطة دي في المراهقين اكتر من الاطفال الصغيرة، عندهم دايما بيتمردوا عليك لان انت اشبعتهم بالعقاب، بسلوك الانضباط العقابي اللي انت بتحاول تعالج الموضوع بيه. انت فاكر مثلا ان انت لما تمشيهم بتخويفك او بضربك او بالصوت العالي او ايا كانت الطريقة، انت ما احترمتش ان الشخص ده انسان ولازم يتعامل بطريقة كويسة عشان تطلع نفسيته كويسة، فهتلاقي ان هو بيتمرد عليك في اي حاجة. انت هتقول يمين هو هيقول شمال في كل المواقف وفي كل القرارات اللي هياخدها في حياته، غالبا هياخدها عندا فيك. ممكن حتى لو هو مش عايز يعمل الحاجة دي من جواه هو بيعملها نوع من التمرد عليك، انا همشي عكس اللي انت عايزه، انت عاقبتني وضايقتني وعملت اللي انت عايزه بداعي ان انت اكبر مني او ان انت ليك سيطرة عليا اكتر، فانا هردها لك بالطريقة اللي مناسبة لي او اللي انا اعرف اعملها. فاي حاجة هتقولي عليها انا هعمل عكسها. حتى مثلا لو انت عاقبت ابنك عشان غلط في مسألة رياضية، هتلاقيه في كل مرة بيغلط فيها، ممكن بيغلط فيها مش عشان هو مش عارف يحلها، هو بيغلط فيها عشان يستفزك، عشان هو عايز يضايقك، هو عايز يعمل عكس اللي انت بتقوله خلاص. فكرة التمرد نفسها. اخر صورة ممكن تظهر على الانضباط العقابي هي الانسحاب. الموضوع هيقلب معاه ان سبب ان انا بتعاقب ان انا مسك ان انا وانا بعمل الغلط ده، فهيحاول في كل مرة يكون حذر جدا ان انت ما تشوفوش، ان ما حدش يعرف الغلط اللي هو عمله. هتلاقيه في كل مرة بيحاول يداريه بطريقة مختلفة لان هو اعتقد ان هو بيتعاقب عشان هو بيتشاف او عشان هو بيتمسك وهو بيعمل الغلط ده. بمعنى صح ان هو لو ما حدش شافه هو بيعمل الغلط هو مش هيتعاقب، فالموضوع بيقلب معاه كده، فبتلاقيه في كل مرة بيكون حذر اكتر من المرة اللي قبلها.
الطريقة دي أو السلوك ده بيؤدي لأفعال وسلوكيات غلط جدا، يعني حتى لو الغلط ده كان صغير الغلط ده بيكبر بصورة كبيرة جدا، مش بس لأنه هو غلط مثلا أو مش فاهم، هو بيعمل الغلط ده نتيجة لتمرده ونتيجة لاستيائه من أسلوبك الغير عادل معاه مثلا في اعتقاده، ونتيجة لأنه هو شايف ان هو تعاقب عشان هو الشخص اللي قدامه او الشخص اللي عاقبه ده شاف غلطه، فهو في كل مره هيحاول يداري غلطه ده بطريقه ذكيه اكتر. انت كده بتكبر المشكله مش بتحلها، لان هو هيفضل يستمر في الغلط، وبالعكس ممكن يكبر الغلط جدا وانت مش هتعرف. فكل الصور اللي احنا قلنا عليها دي نتيجه للعقاب بالطرق التقليديه. دكتور جان نيلسون بتؤكد على أهمية مواجهة السلوك ده قبل ما ينمو داخل الطفل أو داخل الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وهي بتشوف ان البديل للانضباط العقابي الانضباط الإيجابي. هنلاقي ان الانضباط الإيجابي بيقدم لنا طرق مختلفة للعقاب، لكن بطريقة واعية، بطريقة ما تخلقش الصور اللي احنا شفناها في خلل الانضباط العقابي دي كلها. اول حاجة ان العقاب يكون ليه صلة بالسلوك اللي اتعمل او بالغلط اللي اتعمل، بمعنى اصح ان العقاب يكون من جنس الفعل الاصلي عشان يثبت في دماغ الطفل اللي انت بتتعامل معاه او الشخص اللي انت بتتعامل معاه على المدى الطويل. كل ما يفكر في الموضوع الغلط اللي هو عمله او في العقاب اللي انت عاقبته له هيفتكر الغلط اللي هو عمله، فبالتالي مش هيعمله تاني. يعني ابني مثلا لو غلط بنسبة معينة مش لازم ان انا اعاقبه بصورة اكبر من اللي حصل بكتير جدا وبصورة مبالغ فيها، لا، يكون عقابي دي من نفس مقدار الفعل اللي هو عمله. تاني حاجة يكون العقاب محترم، بمعنى ان الطفل او الشخص اللي بتعامل معاه لو غلط مش لازم ان انا اعاقبه بطريقة الاهانة او الاستهزاء او الضرب او الحاجات اللي فيها عدم احترام او تقليل من شأنه. انت كده بتخليه يفقد الثقة في نفسه والثقة فيك، مش هيفتكر حاجة من العقاب ده غير ان انت شخص ظالم بالنسبة له وشخص بتهينه وشخص بتهزقه، هو مش هيفتكر العقاب الغلط اللي هو عمله، هو يفتكر عقابك ليه، العقاب اللي هو غير محترم. فالفكرة ان الشخص ده لما يغلط في حاجة فهمه غلطه، حاول يكون عقابك ليه بطريقة مهذبة، انت بتشرح له كل اللي هو عمله وبتشرح له النتائج اللي ترتبت عليه، لكن من غير ما تغلط فيه، من غير ما تهينه او تهزقه، ان هدفك في النهاية النتيجة، ان انت عايز تربيه على حاجة معينة او عايزه ما يغلطش الغلط ده معاك مرة تانية، مش هدفك ان هو يتهزق او ان هو يشوف نفسه قليل او كل الكلام ده. ايه الطريقة في الانضباط الايجابي؟ ان العقاب ده يكون معقول على حسب سن الشخص اللي انت بتتعامل معاه، كل عقاب على حسب السن، اكيد كل سن ليه نسبة في العقاب، مش هينفع اعاقب واحد كبير زي ما هعاقب طفل صغير، او هعاقب مثلا طفل عنده 4 سنين زي ما هعاقب طفل عنده لسه صغير خالص عنده 2 سنين، او اللي هو اكبر مثلا عنده 10 سنين، بمعنى اصح كل سن ليه عقاب المناسب ليه، فما يكونش رد فعلي مبالغ فيه. اخر طريقة ان العقاب يكون مكشوف، بمعنى انك تقول له مثلا توضح له ان هو لو عمل كذا هيتحرم من كذا او هيكون النتيجة كذا، فانت بالطريقة دي بتسيب له حرية الاختيار ان هو لو عايز يتعاقب بالطريقة دي يتصرف بالسلوك ده، وبالطريقة دي هيكون كمان عقابك ليه مبرر لان انت وضحت له ان الفعل ده هيكون قصاده الطريقة دي او هيترتب عليه النتيجة دي، فهو مش هيحس ان الموضوع ظالم بالنسبة له لان هو اتنبه او اتحذر قبل كده، فهو لو ما كانش عايز العقاب ده ما كانش هيعمل الفعل ده اصلا. الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها دي هتكون التربية او التعليم اكثر وعي واكثر ايجابية، مش هيكون عقاب لمجرد العقاب، لمجرد ان انا بفرض سيطرتي او مجرد ان انا الكبير او ان انا بحاول اهينك وخلاص من غير اي هدف، وكمان بتساعد ان المشكلة تتحل على المدى الطويل فعلا، لكن ان هي بتتحل بصورة جذرية، على عكس طريقة الانضباط العقابي بتحل المشكلة على المدى القصير مش اكتر، وبيكونش حل جذري لان هي بتخلق جوه الانسان ده او الشخص ده احاسيس نفسية كده صعبة وسيئة جدا بتخليه يتعقد وبتخلي تصرفاته بعد كده اسوأ من الاول.